ضيفنا الأول ليلى وزير الخارجية اللبناني السابق فارس بويز، وهو كان رئيس الوفد اللبناني المفاوض في مؤتمر مدريد للسلام، وكان نائبا ووزيرا مرات عديدة. مساء الخير معالي الوزير، وأهلا وسهلا بك. سؤالي الأول، كيف ترى أفق هذه الحرب الآن؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ مساء الخير. إنني أعتقد أن يعني كي نفهم ما يحصل عامة وكي نقرأ بدقة ما يحصل، علينا أن ننظر إلى ما يحصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مسقط عمان. أعتقد بأن هذه هي الأساس في هذه المفاوضات. هناك إيران التي تسعى لفك الطوق الحصار الاقتصادي عن نفسها، والتي تعاني كثيرا من هذا الطوق الذي يهدد حتى يعني أمن النظام، وذلك عبر مفاوضة الولايات المتحدة لاسترجاع المليارات الدولارات المحتجزة ولفك الطوق عن منع تصدير النفط الذي فعلا هو خانق لإيران. بالمقابل الولايات المتحدة تريد من طهران أولا تأخير أو تجميد النشاط النووي أو الأبحاث النووية أو المشروع النووي بشكل عام، كما أن الولايات المتحدة تريد من طهران، تطالب طهران بخفض دعمها وتدخلها، أكان ذلك مع ما يسمى أذرعتها أو مع ما يسمى حلفائها في جبهة الممانعة، أكان ذلك في لبنان أو في اليمن أو في العراق. أما من هو يعني ضد هذه المفاوضات ويرفضها وهو في حالة تسابق مع الوقت معها، فهو نتنياهو الذي لا يريد هذه الحلول التي يعتبرها حلولا يعني جزئيا أو نصف حلول، يريد فعلا حربا ويريد اشتباك أمريكي إيراني، يريد ويراهن على أنه قادر على أن يسبب حربا في المنطقة تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع إيران ويدمر من خلالها المشروع النووي نهائيا الإيراني، كما يدمر أي قدرة لإيران على فعلا دعم أي كان. فهذا هو رهانه، ولذلك معالي الوزير إذا سمحت لي لا يقبل ممتاز. إذا سمحت لي، يعني طبعا نتنياهو كما تتفضل يريد الحرب، وهو قالها بشكل صريح، لكن أيضا بالمقابل اليوم نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قال نحن نريد الاستمرار بهذه الحرب. طبعا، ولكن يجب أولا، أنا أعتقد ألا نتوقع بأن بين ليلة وضحاها أن يغير حزب الله استراتيجيته وسياسته. يجب أن ننتظر أولا من سيكون الأمين العام الجديد لحزب الله، وهو الذي يعني سيرسم السياسة المستقبلية للحزب. ثانيا، يجب أن ننظر عن يعني مفاعيل أو عن انعكاسات ما تلقاه الحزب من فعلا خسائر خلال الآونة الأخيرة. فالحزب كما تعلمون يعني نظام الاتصالات عنده معطل، عليه أن يخترع نظام اتصالات جديد. معظم قياداته من الصف الأول والثاني وحتى الثالث قد فعلا استشهدت، وهذا سيفرض فعلا يعني إعادة نظر، وسيتطلب وقت معين قبل أن يعود وينظم الحزب صفوفه. أخيرا والأهم، ربما كان يجب أن أبدأ بذلك، علينا أيضا وأن ننظر إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وعلينا أن ننظر إلى أي مدى إن نجحت هذه المفاوضات أو بأي
شكل من الأشكال إيران مستعدة أن فعلا تدعم الحزب وتدعم حلفائها في المستقبل، لأنه من الواضح بأن أيضا قدرات الحزب مرتبطة بحجم الدعم الذي قد يتلقاه من طهران، أكان الدعم المادي أو الدعم العسكري أو الدعم التكنولوجي أو غيره. فمن هنا أنا أعتقد بأن يعني كلام الشيخ نعيم قاسم هو كلام يعني موجه لتدعيم وتثبيت فعلا معنويات الحزب، وعلينا الانتظار لنرى من سيخلف الشهيد السيد حسن نصر الله، وعلينا أن ننظر كيف ما هي السياسة الإيرانية المستقبلية. أعتقد بأن موضوع إيران هو موضوع معالي الوزير في عملية إعادة يعني تقوية الحزب. طيب معالي الوزير، كأنه أفهم من كلامك أنه عندك يقين بالمعلومات أنه حاليا في مفاوضات أمريكية إيرانية في عمان، واحد، هل متأكد حضرتك أنه الآن في مفاوضات؟ الأمر الأول. الأمر الثاني، كأنك تلمح أنه إيران قد تخفف دعمها لحزب الله، لبل قد تتخلى عن هذا الدعم حسب ما أفهم من كلامك. أولا أجزم بأن هنالك مفاوضات ومباحثات بين الولايات المتحدة مع وإيران بالمباشر وبغير المباشر، أما لا أجزم بما ستفعله إيران. أنا كل ما أقوله هو أن إيران يعني جادة جدا بهذه المفاوضات، وبالنسبة إليها هذا الموضوع موضوع يرتبط بأمن النظام في إيران، أي بتمكين الوضع الاقتصادي الإيراني، وإلا تخشى من فعلا انعكاسات اجتماعية في الداخل، ومن هنا فهي جادة جدا في هذه المفاوضات. وأعتقد بأن هناك تصاريح إيرانية أيضا، التصاريح لا أدري إذا كان لاريجاني أو غيره من الذين قالوا لقد دعمنا بما يكفي جبهة الممانعة وبالمال وبالسلاح وبغيره، والآن لديهم القدرة أن يدافعوا عن أنفسهم. هذا يعني مؤشر معين، كما تعلمون هنالك يعني في إيران ظهرت سياسات عديدة، لم تعد السياسة واحدة. صحيح أن المرشد لا يزال هو الحاسم بالأمور، ولكن إلى جانب المرشد إلى يمينه ويساره هنالك أصبحت أصوات ليست دائما متفقة على طريقة التعاطي مع هذا الأمر. لذلك أنا فعلا أجزم بأن هناك مفاوضات، طبعا لا أجزم بنتيجة المفاوضات، ولذلك قل بأن نتنياهو بحالة تسابق مع الوقت قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية يحاول ضرب هذه المفاوضات وإسقاط هذه المفاوضات، فيما إيران تعتبر بأنها لا تريد أن تقع في هذا الفخ، في فخ الحرب الشاملة الذي يعده نتنياهو، وتريد فعلا. طيب معالي الوزير، هل أفهم من كلامك معالي الوزير المتحدة. أوكي، هل أفهم من كلامكم معالي الوزير أنه الحرب قادمة، الحرب البرية بلا أي شك، وأننا ذاهبون إلى أسابيع خطيرة من هذه الحرب بين إسرائيل وحزب الله بناء على تصريحات الطرفين؟ لك يا أستاذ، يا أستاذ سامي، يعني طبعا. علمنا التاريخ أن أخطر أوضاع العلاقات مع إسرائيل هي الأوضاع اللي حينما تطرح فيها حلول. فسنة 1982 عندما بدأ العالم يبحث بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، دخلت إسرائيل واجتاحت لبنان ليس من أجل
لا انتخابات بشير جميل ولا غير ذلك، بل من أجل تصفية القضية الفلسطينية كي لا يعترف العالم بمنظمة التحرير. قتل ياسر عرفات، وأقول قتل ياسر عرفات فعلا عشية الكلام الأوروبي وغير الأوروبي عن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة تحت إشراف السلطة الفلسطينية. والآن أنا أعتقد بأن جزء كبير من أو سبب كبير من أسباب هذه الحرب يتم من قبل نتنياهو بغية استباق هذه المفاوضات الحاصلة ومن أجل قطع الطريق لهذه المفاوضات واستمراره في ضرب الأهداف العسكرية حتى بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، استمراره في ضرب حزب الله، وكأنه يريد أن ينهي حزب الله بشكل لا يمكن أن يتم تفاوض حول كمية دعمه أو عدم دعمه أو ما أشبه ذلك. وإنني أتوقع من هنا بأنه قد يشن فعلا حربا برية. لا أدري حتى الآن ما هو حجم هذه الحرب، ولكن إنني أعتقد بأنه سيتابع، طالما هذه المفاوضات حاصلة سيتابع أي عمل من شأنه نسف المفاوضات والتحريض إلى حرب شاملة في المنطقة. إنه يراهن على هذه الحرب الشاملة التي بنظره ستجعل منه أعظم من بن غوريون، بأنه خلص إسرائيل من الخطر النووي، ويراهن على أن هذا الموضوع سيبقي حكومته المتضعضعة، كما أنه سيعفيه من الذهاب إلى المحاكمة. كل هذه الأمور تجعلني أعتقد بأن الحرب لم تنتهي، وبأن الحرب قد تتفاعل أكثر وأكثر، وبأن فعلا نظرية الهجوم البري موجودة.